طيب موضوع برضو تكبير الراس اتكلمنا عنه، هو برضو جزء من الكلام. هو موضوع تكبير الراس، انت ممكن تكبر راس العضو بالحق، بس ما يفضلش برضو في نفس الجلسه بتاعت الدعام، ومش لكل الناس. للي عنده الحشفه عنده صغيره تقدر تكبرها، لكن حشفه طبيعيه وكبرها ليه؟ ايه الفايده؟ لا شيء. وهتعود عليا باضرار، مفيش حاجه من غير اضرار، خلي بالكم.